نعم مشاهدينا الكرام، عبر قناة الأردن اليوم ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة للأردن اليوم، معكم أولا بأول لتغطية العملية الانتخابية لمجالس المحافظات والمجالس البلدية وأمانة عمان. نحن الآن متواجدين في منطقة جبل الحسين لتغطية العملية الانتخابية أيضا ومعرفة سير العملية الانتخابية في إحدى مراكز الاقتراع. وعودة إلى الأرقام التي نشرتها الهيئة المستقلة للانتخابات حتى الساعة 9:30 صباحا، فإن عدد الناخبين وصل إلى 175,000 ناخب وناخبة لغاية الساعة 9:30 صباحا، ومع دخول الساعة 4 أيضا زاد العدد قليل. وأيضا تم تحويل قضيتين في إحدى قاعات الانتخاب إلى المدعي العام بداعي تصوير أوراق الاقتراع، إضافة إلى أن هناك نسبة التصويت تجاوزت 2% مع دخول الساعة 4 الاقتراع. معنا هنا في إحدى مراكز الاقتراع مديرة مركز اقتراع في منطقة جبل الحسين، يعطيك العافية. الله يعافيك ويسعد صباحك. بداية عافية عن نفسي. فاطمة نعيمات مديرة مركز اقتراع سكينة بنت الحسين الثانوية في جبل الحسين. تحكي عن سير العملية الانتخابية هنا في جبل الحسين، تحكي عن يعني نسبة الاقتراع تقريبا كيف وصلت النسبة الآن، تحكي لنا عن الإجراءات المتبعة يعني مع فيروس كورونا، مع الإجراءات التبع الوقائية، تحكينا بشكل عام إذا كان هناك مخالفات شهدت هنا في هذا المركز. تمام، بداية بدأت عملية الاقتراع حقيقة بإغلاق الصناديق في تمام الساعة 7 صباحا من هذا اليوم 22 من آذار، وبدأ استقبال الناخبين بهذا المركز. وكما ترى هذا المركز طبعا مدرسة سكينة فيها 12 صندوق، 5 للذكور و7 للإناث. بدأت الحقيقة العملية بكل سلاسة وبكل يسر، ويقوم الشخص المتطوع الموجود في مدخل المدرسة بإرشاد الأخوة الناخبين وأخواتنا الناخبات أيضا لأماكن اقتراعهم وأعداد صناديقهم، وتتم العملية بكل سلاسة وبكل يسر، يعني لا تتجاوز الدقيقة حقيقة، ويخرج المقترع وقد مارس حقه الدستوري في عملية الانتخاب. لغايه اللحظه نشاهد ان النسبه قليله جدا، يعني بالنسبه للمقترعين المشاركين في العمليه الانتخابيه، يعني متى ممكن باي ساعه ممكن يتم او تزيد الاعداد للناخبين؟ كما تعلم استاذنا نحن الان في بدايه اليوم، يعني لنا ساعتين فقط عمليه الاقتراع بدات، يمكن ما زال حقيقه الاقبال متواضع لنقل على عملية الاقتراع والانتخاب، ويمكن بعد ساعتين أو ثلاث من وسط النهار يبدأ أعداد الناخبين بالازدياد في ممارسة هذا الحق الدستوري. يعني بتحكي لنا شاهدتم بعض الملاحظات أو لا في العملية الانتخابية في الساعات الأولى؟ والله لغاية الآن بفضل الله لا يوجد أي نوع من المخالفات أو في إحالات أو اعتراضات لغاية هذه الدقيقة، الإحالات صفر والاعتراضات صفر في مركز سكينة بنت الحسين. يعني لو تم مشاهدة بعض الحالات أو مراقبة بعض الحالات أو رصدها، كيف يتم التعامل معها بشكل عام وتنسيق مع الأمن العام؟ تحكينا عن هذه الإجراءات. أي مخالفة ترصد داخل المركز الاقتراع سكينة بنت حسين سيتم التعامل مع القوى الأمنية الموجودة في المدرسة والتعامل معها بكل شكل قانوني ومنظم ومرتب، ويمكن حالة بسيطة جدا إحدى الفتيات تحاول يعني تستخدم التليفون وتم التعامل معها بكل هدوء ويسر، يعني ما في إشكال. نعم. تم التعامل مع هذه الحالة إلى المدعي العام مثلا أحد المدعي العام؟ لا 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 داخليا، يعني الأمر كان بسيط جدا يعني. نعم. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. نعم مشاهدينا عبر قناة الأردن اليوم مستمر معكم في التغطية أولا بأول لمعرفة وتغطية سير العملية الانتخابية في محافظة العاصمة للانتخابات اللامركزية ومجالس المحافظات والبلديات. إذا تابعونا أول بأول عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بقناة الأردن اليوم، كونوا معنا دائما إن شاء الله.